الله اسم الله عليك هايبر عطول. بدنا نولعها دغري ما تفكر يعني في وقت ابدا. كارلوس في حدا يا زلمه مش حافظ غنيه عايشه لك؟ احضر لها الفيديو وبنحكي عن في حدا. يلا هات لشوف. ما شفنا نحن انه انت مش حافظ، شو صار معك مع اليسا المصيبه اللي صارت على المسرح؟ لا منا مصيبه. شو صار؟ كيف بالعكس لا بتجنن، انا مبسوط فيها كثير. غنيتها؟ لا ماني حافظها بس مبسوط باللي صار. يعني هي شو صار خبرنا. هو انا كنا بستارز اون بورد قبل بليله طلعت الفنانه شمس الغنيه نجوى كرم طلبتني لعندها على المسرح. أوكي. طلعنا عملنا جو كثير حلو. أوكي. فيوسف حرب لقى الفكره حلوه. اول ما اجت الفنانه اليسا انا ماني معود عليها اول شيء. ما كنت بعرفها بالشخصي، هونيك تعرفت عليها. وصار يوسف طلع غني مع اليسا كمان، طلع غني مع اليسا وصل على الكوبليه يلي انا حافظه وانا تلبكت ومثل ما بيقولوا قد ايه عندي خبره مسرح بس طلعت تلتت سودت الدنيا بوجهك. سودت الدنيا بوجهك. شو عملت يعني؟ حسيت نار وطالعه منك؟ لا ما حسيت الدنيا سودة بوجهي. بعد شوي وعيت لقيت اليسا عم يلا انزل عم بتسفق لك عايشة لك احلى سنين في العمر رضي العين سمعها وبقلبها غالي حنين وغرام من اول يوم في هوا. الله حلو حلو كان حلمي قبل. طيب شو السبب اللي خلى كارلوس يكون نجم أول بحفلات السهر بلبنان؟ يعني نحن بس نشوفك أو نشوف صورتك أو نسمع صوتك دغري بصير بدنا نرقص ونولع الجو. ليكي ما بحب أقول إنه نجم أول، يعني بحب أقول إنه أنا عندي اسم وعرفت حفظت عليه وأكثر شيء اشتغلت على محبة الناس على أرضي كل الأذواق. يعني أقدر غني شعبي طرب مصري لبناني جبلي. اشتغلت على حالي بهذا الموضوع، اشتغلت على اتقرب من الناس لانه في مثل بيقول الجنه بلا ناس ما بتنداس والفنان بلا هيدا العالم منه فنان. فانا قوتي بمحبه الناس لإلي وانا بشتغل على حالي اكيد. يعني انا بس كون سهرانه عندك بحس يعني قد ما بتحمسني بحس بدي ابع البلاط. يعني ابع البلاط عن جد؟ هلا البلاط صار بالفريش. طيب لما اتصل فيك الاعداد ليحضر الحلقه يعني قلت لهم اعملوا اللي بدكم اياه. نعم. هل قد انت بايع الدنيا بقشره بصله؟ لا مش بايع بقشره بصله، انا واثق من حالي. ايوه وما عندي شيء. بالعاده بالحلقات بيلقطوا الفنان او الاعلامي اللي او الضيف الموجود على شيء هيك تيعملوا سكوب من وراها شيء غلطه عنده. ما عندي شيء انا بستحي ولا غلطه فيه. الحمد لله بغلط، هاي غلطه مع اليسا غلطني بس انه اغلاط بسيطه وبتتصلح. يعني ما عندي خبروك انك بدك ترقص هلا شرقي؟ خبروك انا عم بمزح لك. برقص برقص ترقص شو ما بدك، ما عندي شيء بخاف منه. حطوا لنا اعمل لنا شيء وصله اعمل معروف شيء بس لا عم بمزح. كيف عمل جمد عمل هيك؟ الله اخترب بيتي اخترب. يعني رحت من اليسا وعلقت عندنا وفتت بالحيط مضبوط. سؤال محرج كثير بدي اسالك اياه. تفضلي. لا عم بمزح عليك بعلي. لا شو اوضاعك العاطفيه؟ ايه دخلك انت مش معروف. ليش مش معروف؟ يعني مش معروف هيك 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 جوز مصاحب خاطب طلع خاطب شو وضعك؟ هاجر يا خي سالتني اتركوا ومصاحبه برضه. لا مش مجوز قبل منيحة يعني ولا كنت خاطب ولا شيء. اول مره يعني مصاحب. بحب اكيد بعلاقه عاطفيه. قد ايه لك؟ قد ايه لك؟ سنتين. سنتين مستمر. زقني وتتجوز ولا لا؟ مستمر. هذا شيء بنحدده انا والشخص الثاني بليز. اوكي انه بدنا نعرف اذا كارلوس محبينك كلهم عم بيسالوا بدهم يعرفوا كارلوس رح يرتبط ولا لا. المحبين ما بيسالوا بلا التانيين ما بالهم فيها. ليكي ما في علاقه يعني على طول الا بيكون في لها هدف وان شاء الله. شو بدك تقلها على الكاميرا هلا اذا مين؟
لمين؟ لا لي انا. شو بتقلي؟ للعمين شي نسيتها لحبيبة قلبك اللي لك سنتين معها يلي قاعدة ناطرتنا. ايوه ايه بيب ما رح طول جاي لعندي. شو اسمها البيب؟ اي مس يو. شو اسمها البيب؟ حلوة البيب هيدي. طيب فكرت شي مرة تغني شي رومانسي؟ يعني قاعد مثلا عم تغني وبيانو ومضويين عليك عبد الحليم، فريد الأطرش، ليلى مراد. عبد الحليم وبيانو يعني هلا نحن عم نقول شيء رومانسي. بغني على طول. انا قلت لك انا خبرتنا بالليل، يعني انا لي تقريبا بالليل 20 سنه، فبيكون عندك مجبور يكون ريبرتوارك فيه من كل شيء تطردي كل الاذواق. سمعنا شيء رومانسي نحن مش سامعين. يلا يلا شيء مش سامعين. عن جد ياي بحبك عن جد، مش حلو الغيبي هالقد، مشتاق لك قلبي اشتاق، مشتاق لعينيك الورد، رحت وتركتي لي البعض، خدت كتير غبت كتير، مشتاق الاقي هالخاب. تركتيني قلبي بردان، سلمتيني للنسيان، تركتيلي قلبي بردان، سلمتيني للنسيان، خليتيني لم جروح وجروح عندها ايمان، طل العيد بيوم جديد يحملني من ليل البرد. عن جد قلك عن جد، مش حلو الغيبي هالقد، مشتاق لك قلبي المشتاق، مشتاق لعينيك الورد، رحت وتركتي لي الوعد. خدت كتير وغبت كتير، مشتاق لك هالخاب. الله ميرسي ميرسي. مع الأزمة الاقتصادية بطلت العالم تسهر مثل قبل أو ولعان السهر؟ ولعانة ولعان. طب كيف ليه؟ أنه عنا بلد عجيب غريب وعنا شعب ما بعرف ناس بدها تنفس؟ لا مش هيك بنفسه. كيف؟ ما أنا بقول شعب بيع، ما بعرف، بيع الدنيا بقشرة بصلة، ما بيفكر لبعيد. بس من أين لك هذا؟ الوضع تعبان، العالم ما معه. لا منيح. كيف بلاقوا مصاري للسهر بروحوا؟ قديش بتكلف السهرة؟ إذا أنا بدي روح أسهر عندك تقريبا. اخي مش على كلفة السهرة، هي على الفكرة انه مش بس السهر اليوم اخر شيء بتفكر، هيدي يعتبر كماليات بالحياة. اليوم الوجع اللي عم نعيشه والأزمة الاقتصادية الكبيرة وبعده هذا الشعب ساكت، وين بعدك بدك تسأل؟ ما في 100%. السهر اخر شيء بتفكر فيه، كيف عم يجيبوا حليب، كيف عم ياكلوا، كيف عم يدفعوا كهرباء، كيف عم بيعبوا بنزين، 100%. كيف عم يدفعوا موتور؟ اليوم هلا في أزمة خبز، مش هذا السهر اخر شيء.